صايع جدا. دي بتاع ده نوت بوك كده، في بنت عندها ستارت اب عملتها. انا خدته من فترة يعني، بس ما وريتهولكوش يعني. ممكن اوريهولكو. على ما يبدو حد جايب هدايا لكل اعضاء الصحبة. نايس، وبتاعتي عليها استبرق. عاش جدا. تو حازم الصديق فروم سوميات. سوميات. اوه نايس. اوه سو نايس. سوميات. سوميات. واو ايبك دود. اوه صحبة. صحبة. بس I get the green one for the stubbrook. سكتش بوك قشطة عشان الرسم وكده. دي الفيسبوك بيج بتاع سميات. This is so cool بجد. Thank you. اظن اسمها سمية طالما هي سميات يعني. Thank you سمية very much بجد. I appreciate it. المهم انا دلوقتي ان شاء الله رايح مقر احمد عبد الله عشان عندنا ميتنج. تعالى قبل عمر الاول. ايه يا صاحبي؟ يا صديقي عامل ايه؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ الحمد لله جبت جوريلا بود جديد، ودلوقتي اقدر اعتمد عليه واقدر احط الكاميرا في حتت الحمد لله. فرق بين ان انا ما كنتش عايز اصور اصلا، كنت خايف اصور، وان دلوقتي اقدر. تروح فين؟ مقر. عايز ايه؟ هو طب ما تيجي ترميني الحصري وانا قطعتكم. ايه؟ قطعتكم. نايس. صايع جدا. يلا بينا. قشطة. عايز حاجة؟ قول لي يا صاحبي. سلام. اقول لك ايه؟ وحشة أول بتاعت امبارح دي. ليه؟ الفراخ الغريبة الهندي دي. ليه؟ ايه؟ ليه وحشة؟ ملهاش طعم كده، حاسس انها سادت مناخيري. بس ايش نايس ايفورت يعني. ماشي. بس عملت لهم أكل امبارح. لأمي وأبويا وبتاع. نزلنا أكلنا مع أمي وأبويا وكده، وعملت لهم تشيكن فرايد رايس. فراخ كده بقى اوريها لكم يعني. بس ما عجبتهمش مش عارف ليه، مع اني جامد يعني، طباخ جامد. يلا الحمد لله. مش بيقطن. السلام عليكم. مش عايز اعمل حاجة تتقارن بحد، لان انا مؤخرا بقيت بتقارن بالايه؟ بالفلوجرز الجداد بتاع. فحاسس انه لا عيب، فاهم؟ ما يصحش. دلوقتي ان شاء الله باذن الله راح اقابل عمر عبد الرحيم. كنت عملت معاه فيديو قبل كده لو تفتكروا. بقى كان عندي بالليل هقابل انس ان شاء الله. حد شايف فرق في العدسه؟ حد شايف فرق في الدبث اوف فيلد، في ان الخلفيه يعني مش باينه، وفي الدنيا هنا باينه اكتر، وفي فوكس ضابط؟ حد شايف فرق؟ ماشي، هبقول لكم ليه قريب ان شاء الله. يلا بقى. يلا يا مدام، بس انا كل مره بتاخر عليها فهي تعودت على ان انا بتاخر. فالمره دي انا جيت في ميعادي، فهي مش عارف بتعاقبني ولا ايه، مش عارف. السلام عليكم. عايز اتنين. شكرا. Turn left onto Amin El Rafay, then your destination will be on the right. السلام عليكم. يمين. Go. مش ثانك يو، لا ثانك يو.
انتهى صح. ألف مبروك يا حازم. Thank you. ربنا يطرح لك في البركة. ومعنا كيميا. أيوة. أنا ما مش هشيل الكاميرا. فأتمنى أن أنا أكون عجبت الكاميرا والكاميرا عجبتني وأتمنى أن أنا أكون مشرفكم يعني. أتمنى أن أنا انبسط معكم. حب التواضع. بس كده. ماشي. أنا بالضبط نص ساعة أخرى عندك. خلاص طلع فين ديزل اللي جواك. ماشي طلع فين ديزل اللي جواك بيقول لك. ماشي يلا سلام. يا ولد يا ولد ايه دريفت ده ولا ايه؟ لا والله فعلا يعني نوع الفولورز بتوع حازم they're different من كل الاسبيكتس يعني. يعني انا حتى قلت له انا قبل ما تعرف والفيديوهات تجو فايرال وكده انا كنت سيكريت فولور لحازم. بس later on ابتديت ان انا اقارن الفولورز بتوعي مع الفولورز بتوعك مع الفولورز بتوع حازم لما دخلت في حته فكره الكونسبت اصلا ان هو يبقى عندك فولورز. فلا انا عجبني المجتمع بتاع حازم وبتاع استبرق عندهم. عارف لما تقعد مع حد وتحس ان هو فاهم دماغك وانت من دماغه فاهم قصدي ازاي؟ في كيمياء من مش انت في كيمياء من غير ما يبقى في كوميونيكيشن. فعلا صح الموضوع معقد بس انا فاهمه. انت فاهمه؟ انا فاهمه جدا. انا شايف ده جدا يعني انا ممكن اعبر لك عنها ازاي. اعبر لك عنها بما اني عايش في امريكا تمام بشوف حاجات كده اللي هو انا لما مثلا بشوف راجل وماشي معاه واحده محجبه بعرف انها مراته او اخته او كده في ابتسامه بتحصل متبادله. الابتسامه دي بتقول احنا تبع بعض ماشي. فمجتمع استبرق برضو نفس الكونسبت بي بس يعني ايه على في حدود مصر مثلا او ايا كان ممكن يكون اصلا اكيد طبعا في ناس بتتفرج عليكم بره بس موجوده بشكل اخر تمام موجوده ما بين الناس وكده. حتى انا متاكد وبايماجن ان لو اتنين ماشيين في الشارع قابلوا بعض وكل واحد فيهم لابس تيشيرت استبرق اكيد في ابتسامه بتحصل اللي هو استبرق تبع بعض كده تمام. بقول لك ايه انا بتفرج على الفيديو لاحمد ابو زيد هو تقريبا 3 ارباع لبسه استبرق لانه مؤخرا فاهمني. اول حاجه عيني بتيجي عليها اللوجو بتاع استبرق والله فعلا زي والله العظيم ثلاثه انت عشان بتسجل ولا عشان حضرتك اي فيل براود of something that is not mine. بس انت المجتمع بتاعك والله العظيم ثلاثه يعني انا اقسم بالله ان انا صادق جدا في اللي انا بقوله ده. انا بتشرف ان في نوع من انواع المجتمع دي موجوده ما بيننا. ولو مصر كلها بقت مجتمع استبرق صدقني يعني we're gonna have better generations that's definite. انت جيت المحل وما سالتش عليا وراب تكسان. احنا دلوقتي في السنتر بتاع عمر اسمه جيت واي بتاع الانجليزي قاعدين بنتكلم عن تفاصيل الايفنت بتاع يوم الجمعه ان شاء الله. هنتكلم على يعني كل واحد فينا احنا الاربعه هيتكلم على حاجه معينه وعايزين في الاخر نربط ده بالانجليزي لان كل واحد فينا الاكسبيرينس بتاعته يعني بتقول ان الانجليزي كان ضروري في الرحله يعني سواء احمد ابو زيد في ان هو يعمل القناه بتاعته او انا في ان انا اعمل بيزنس او فلوجز وكيميا في ان هو سبونسر بتاع ده اسمها ايه اللي كيميا بيعمله اسمه ايه منح والجنان بقى البهدله بتطلع. ايه يا ابو الشباب ايه يا مولانا عامل ايه صورني مع الكلب ده اهو. لا ليه ما هو مرتاح في وسط الشارع يعني مش في وسط الشارع معلش يا كلب بس هو تعبان ولا ايه ما اعرفش هو كان مريح يا عم سيبه في حاله مش هنا في وسط الشارع في وسط القاهره بس عاد تاني فاهم انا زي ما بقول لك انا مش عايز اعمل الديزاينز كلها بعد كده انا مش عايز الحاجات شكرا محترم جدا انا يعني ما بسيبش حقي خالص فادانا دوناتس اصغر من يعني دوناتس احجام كتير يعني فادانا واحد حجمه صغير فرحت قلت له ليه حجمه صغير ليه انا عايز من الكبير فراح مديني 2 دوناتس هديه فبحب جدا دانكن دوناتس عشان
بيحترموا الناس وبيبتسموا كده، تخش تلاقيهم مبتسمين وبتاع يعني، وده برضو مش اعلان. يا وقت تطلعش بالكاميرا وش؟ ايه؟ تطلعش بالكاميرا. ايه يا عبودي؟ عامل ايه؟ في واحد صاحبنا في كان بيعمل عملية في المستشفى، فهنطلع نزوره بس في السريع. هتديها لك شبكية يا وش؟ ليه؟ هو عادي ما عنده مشكلة. انا بس انا عايز اعرف حاجه، انت بتقول ان دي بتقع من ودانك، شكلها وحش. لا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، انت بتقول دي اللي هتقع. ماشي خلينا نجرب. تقعد تعمل كده يعني؟ اوكي ماشي خلينا نجرب. ماشي. واو. ما تقعدش بقى ايه، ما بلاش تعمل رومرز وحاجات زي كده خلاص. بس شكلها وحش.